يعني نظام البديل تعرف احنا مع المخالف توجيهات السيد القائد العام قوات مسلحة أكد وخلال اجتماع مجلس الأمن الوزاري على مسك الحدود من قبل قوات الحدود ومسك الخط الصفري مع الجارة إيران والجارة تركيا، وهذا ما وجه به وأمر به السيد القائد العام، وعلى الفور باشرة قيادة قوات الحدود وأمر بتعزيز هذه القيادة بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد وكذلك المخافر الحدودية. العراق لا يقبل أن تكون أرضه تستخدم أرضه بالاعتداء على أي دولة جارة. نحن نمتلك علاقات طيبة مع كل دول الجوار ونسعى إلى تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصلحة العراق وكل دول الجوار. أيضا نؤكد على سيادة العراق واحترام سيادة العراق.